بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين وآتوا
وقوم إبراهيم وقوم لوط. فكيف كان نكير؟ صدق